اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا عمدا بكويكب في أول اختبار دفاعي من نوعه، والهدف من ذلك هو حماية كوكب الأرض من الاصطدام المحتمل بما تسميه ناسا جسما قريبا من الأرض، سواء كويكبات أو مذنبات يمكن أن تقترب من مدارنا. وأنشأت ناسا مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي في عام 2016 لتوفير الكشف المبكر عن التهديدات من الأجسام القريبة من الأرض.